صباح الخير استاذ. أهلين صباح النور، شلونك اليوم؟ الحمد لله بألف نعمة. ما شاء الله، وكان حولك وحواليكي طاوية وحليانين اروع خشب. شكرا استاذ، هذا من لطفك. ايه انسي رهف، شوفي لي شوفي عندي اجتماعات من هون ليوم الثلاثاء. حاضر استاذ. اليوم عندكم اجتماع للجنة تنشيط السياحة وتشجيع الاصطياف. ايه والله مزبوط، صدقيني نسيان هالاجتماع من عين اصله. انو ساعة؟ اليوم الساعة 8 المساء. ايوه، وغيره شوفي. وبكرة عندكم اجتماع للجنة تنشيط الأسواق وتشجيع الاستثمار. نعم، وغيره؟ وبعد بكرة عندكم اجتماع للجنة تشجيع الزراعة واستصلاح الأراضي. حلو كتير، ماشي الحال. ويا ترى عندي مواعيد فرعية بوقت اجتماع لجنة السياحة؟ نعم أستاذ، في عندك 3 مواعيد بس مو كتير مهمين. أصبح الغيل ياهم أو أجليهم لبكرة يكون أفضل. حاضر أستاذ. ويا ترى بدك تحضري مع اجتماع اللجنة ولا أروح لحالي؟ ما بعرف أستاذ، يلي بتشوفه حضرتك. والله أنا بشوف أنك تحضري معي الاجتماع، أصلاً هالاجتماع بلاكي. أي والله ناشف كتير. امشي يلا امشي. بس لسه بكير كتير على الاجتماع أستاذ. مو مشكلة، داي أخلاقي شوي ولها سبب. منعمل فتلة صغيرة بالسيارة من هون ليصير وقت الاجتماع، ومنفكر سوا شو ممكن نقدم اقتراحات جديدة لتنشيط الواقع السياحي. ولا ليكون ما بدك يتنشط الواقع السياحي انت؟ ولو معقول استاذ، طبعا لازم يتنشط. ما هي امشي لك. بداية اهلا وسهلا فيكم. مثل ما بنعرف جميعا يا شباب، التوجه العام بالبلد متوجه الان لدعم قطاع السياحة والاهتمام فيه لابعد الحدود. وما بخفيكم ابدا انه قطاعنا السياحي ما يزال دون الطموحات. بس يا استاذ، الارقام عم تثبت انه السياحة عنا عم تتطور سنة بعد سنة. ايه مزبوط عم تتطور، بس تطور كتير بطيء استاذ. مزبوط عم تحكي مدام سميرة، التطور بطيء جدا ونحن لازم نسرعه. ما بدا ما هي صار مسألة، ما بدا نياطة. يعني اللي بدي اقوله، بلدنا سياحي من الدرجة الاولى وبيمتلك كل مقومات وعناصر السياحة النموذجية والممتازة، ورغم هيك يا أخي الأرقام عندي ضعيفة، ضعيفة كتير. بقى وين المشكلة ترى؟ بتصور يا أستاذ أنه نحن ما عندنا ترويج سياحي بالشكل المطلوب. طيب روجوا يا دكتورة سهام، روجوا، ليش واقفين؟ يعني شو منتظرين؟ أستاذ هذا الموضوع مو سهل أبدا وبده إمكانيات مادية كبيرة. بعدين عفوا أستاذ ناجح، إذا كانت السياحة ضعيفة شوي فهذا مو ذنب العاملين بقطاع السياحة. ذنب مين لكان يا أستاذ رامز؟ ذنب الكل. يعني اللي بقصده انه السياحة بدها مطارات، موانئ، محطات قطارات ضخمة، بدها بنية تحتية مدروسة، مرونة بالإجراءات الإدارية، سهولة بصرف العملات الأجنبية وتحويلها ونقلها واستثمارها. نحن اللي لازم نرغب السائح ونجذبه لبلدنا ونغريب التسهيلات، هذا الموضوع اللي لازم نناقشه. حلو الكلام. شو رأيك أنا أستاذ سميرة؟ أنا برأيي أستاذ ناجح يعني نزيد المهرجانات السياحية لأنها بتستقطب سياح كتير. معك حق، بس نحن من ناحية المهرجانات ما عم نقصر. يعني صار في عنا مهرجانات بتغطي أيام السنة كلياتها. عدوا على أصابعكم، مهرجان البادية، مهرجان الربيع، مهرجان العنب، مهرجان المودة، مهرجان الزهور، مهرجان القطن، مهرجان الإنتاج. بقى لسه بدنا نعمل مهرجانات أكثر من هيك؟ وأريضة مهرجانات تعرضنا إن شاء الله. أستاذ ناجح، أنا برأيي إنه نشجع الاحتفال بالأعياد العالمية، يعني كل عيد بيحتفل فيه العالم كله، نحتفل فيه نحن كمان، هيك بنلحق بالركب الحضاري. عفوا دكتورة سهام، نحن شو دخلنا بأعياد غيرنا؟ لا، لا يا أستاذ عاصم، ما بصير تقول هيك كلام أبداً. ليش بقى؟ لأنه نحن هلأ بعصر العولمة، واحتفالات واهتمامات الناس تقريباً توحدت بكل الكوكب. بس نحن بهالحالة لازم أجاوبها. دكتورة سهام، على فرض نحن احتفلنا بهالأعياد هي، شو ممكن نستفيد وقتها؟ هاي من جهة. من جهة تانية، نحن إذا احتفلنا بأعياد العالم المختلفة، يا ترى العالم بيحتفل بأعيادنا؟ رح يحتفل بعيد الفطر وعيد الأضحى؟ بقى شو رح نستفيد؟ إيه ما ممكن نستفيد، ما ممكن، شو الحكي؟ لا يا أستاذ لا تغلط، منستفيد كتير، وهذا الشيء بيعطي انطباع حضاري عن بلدنا. يعني مثلا قديش حلوة لما السائح بيجي لعنا وبيلاقينا عم نحتفل بالفالنتاين مثلا، رح يحس حاله كأنه ببلده، خاصة إذا كان أجنبي. فعلا يا جماعة،
عيد الفالنتاين عم بيعمل جو جديد كتير بالبلد، عم بيعمل سرعة جديدة. وغير هيك استاذ رامز، يعني عيد الفالنتاين عم بيحرك السوق، عم بيصير فيه بيع وشراء وحيوية ونشاط. بالله قلت ما عم بينباع ورد أحمر بهيك مناسبة؟ فعلا أنسة سميرة كلامك صحيح 100%، لأنه مدير معمل الكونسر وصاحبي وقال لي إنه توقف عندهم خط إنتاج مربى الورد بموسم عيد الحب، لأنه الورد وخاصة الأحمر منه انفقد وصار ينباع بالعزا بالسوق السوداء. ولا تنسى استاذ ناجح القلوب الحمراء والشموع الملونه والدبب البيضاء، هي اللي انفق ودنية حمر، قلت ما عم تنفقد بالسوق؟ ايه والله يا انسه، انفقدت الدبب. هو لو انفقدت الحمير اهون، بس الدبب ايه فعلا مشكله، صار عنا نقص كبير ببعض الكفاءات. اصبح لهذا الشيء استاذ، انا بقترح انه نخترع للناس عيد مثلا مثل عيد الحب ونشجعهم انه يحتفلوا فيه. هو انا الي بعض الملاحظات على عيد الحب، ها يعني صاروا هالشباب يتغارزوا على هالبنات ويشلفوهم بالورد وبيكونوا ما بيعرفوهم، يعني مثل يلي بيرمي عالتاني تلج وهو فرحان ومبسوط وعم يضرب بكل قوته. ولك يا اخي منين بتعرفني لحتى تشلفني بكبتونة التلج؟ رح تفجلي راسي. يا عم نمزح، شو ما بتلقى مزح انت؟ ولك يا حبيبي منين لوين بتعرفني حتى تاخذ وش علي وتمسحني؟ بيقول لك ايه مبسوط بالتلج، مو كل سنه بينزل تلج. على عيني انت مبسوط، بس بجوز انا مكتئب يا اخي، ما بدي انبسط معك، بقى حل عني بلا سماجه. يعني يلي بقصده يا شباب، بالفالنتاين الشباب بياخذوا راحتهم على الاخر وبيحلوا سالتهم على الصبايا، واذا شي صبيه انزعجت وبهدلت بيقول لها الشاب شو عملنا لك وعم نشرفك بالورد، الوه الوه عليكي، قال الحمار ضيفوا ورده قام اكلها، وبيضحك. لا معك حق استاذ، هيك سلوك كتير سئيل ومرفوض. طيب استاذ شو رايكم نحتفل بعيد ما احتفلنا فيه قبل هالمره؟ ما في مانع، التجديد حلو ليش لا، بس شو هو هالعيد يا ترى؟ عيد الهالوين. عفوا عيد شو؟ الهالوين استاذ، يعني عيد الرعب، بقى ليش ما بنحتفل فيه مثل ما بيعملوا بلاد برا؟ برافو عليك يا رهف، هذا هو المطلوب، عيد الهالوين، فكرة مبتكرة وتقليعة جديدة، شو رأيكم يا شباب بعيد الهالوين؟ والله يا أستاذ اقتراح معقول كتير. صحيح معقول، بس غريب عن عاداتنا وتقاليدنا. يا سيدي مو غريب إلا الشيطان. ولا تنسى أستاذ إنه الناس مال كتير وبس بدها سرعة جديدة حتى تتكمش فيها. قسما بالله يا شباب، خلال سنتين ثلاثة رح يصير عيد الهالوين عنا إذا عرفنا نخدمه أحلى من أمريكا. أصلا مصطفى العقاد مخرجنا السوري أنتج سلسلة عن الهالوين اجتاحت أمريكا. بس أستاذ شو هي الطريقة اللي بدنا نعمم فيها هذا العيد على الناس؟ أنا بقترح إنه نعمل كتاب للقيادة حتى يعملوه عطلة رسمية. إيه لا تاني، شو هو عيد الجلاء؟ الموضوع بسيط كتير، حملة إعلامية ضخمة وانتهت السيرة. معقول كتير، أصبح خلونا هلأ بالأول نخطط للحملة الإعلامية. معلش أنسة سميرة، خلي التخطيط لبعد البريك. شو رأيكم يا جماعة نعمل بريك؟ سوفت درينك. موافقين. اعزائي المشاهدين، بمناسبه اقتراب عيد هالوين تعلن محلات دراكولا عن وصول تشكيله حديثه من اقنعه الرعب وباسعار مناسبه لذوي الدخل المحدود، البيع نقدا وبالتقسيط، كل رغبه وانتم بخير. تعلن محلات الذئب الوردي عن عرضها الخاص المتعلق بكافة بضائعها بمناسبة عيد الرعب، كما يسرها أن تعلن عن تقديم حية بلاستيكية مجاناً مع كل هدية. زورونا تجدوا كل ما يرعبكم. حبيبي ناجح. نعم. شو بدك تهديني بالهالوين؟ نعم بالهالوين، شو أول مرة بتسمع فيه؟ لا طبعا مو اول مره بسمع فيه، بس اول مره بسمع انه الواحد بيجيب هديه لمرته بهيك عيد. طالما اسمه عيد معناته لازم يكون في هدايا، ولا انا غلطانه؟ لا حبيبتي مالك غلطانه ابدا، تكرم عينك، بكره بالعيد بجيب لك هديه. وممكن اعرف شو هالهديه؟ يا ستي رح اهديكي ابو بريس كوشوك، شو رايك؟ الله يسامحك، هلا هذا اللي طلع معك؟ ليش حبيبتي؟ الابو بريس كتير مناسب. طيب إذا ما بدك أبو بريس بجيب لك أم 44، أكيد نزلوه على السوق، لأنه بيني وبينك بهالعيد هاد بالذات لازم الهدايا تكون بتخوف وبترعب، لكن ليش اسمه عيد الرعب؟
يعني الواحد كل ما خوف مرته ورعبها وقرفها بهذا اليوم معناها بيكون عم يعبر لها عن حبه. لا حبيبي، إذا كان هيك ما عجبني هالعيد بنوب، يضرب هو واللي اخترعه شو نفسه قاطع. ادخل. صباح الخير استاذ. صباح النور. لك شو بك تعبتي؟ هذا انا. الله يسامحك استاذ، عن جد رعبتني. طبعا بدي رعبك، شو نسيتي انه اليوم عيد الرعب؟ يا ستي ان شاء الله ينعاد عليكي وانت بكامل قواك العقليه والنفسيه. هابي هالوين. حقيقة استاذ انا مالي نسيان انه اليوم عيد الرعب، بس بصراحه ما توقعت منك ابدا تمزح معي هيك مسحه. الحق معك، ومرتي كمان كانت رح تجيها الجلطه لما فيقتها من النوم وانا لابس لها القناع. والله ما راح. تفضل استاذ. يا سموديات الحقيقه انا مو لازمتني هي، بدل تعصر رعبي. معلش استاذ. لا تفضلي. شكرا. الصحه وهنا. جيب لك كاس ثاني استاذ. لا لا شكرا شكرا حبيبي شكرا. هيك شربتي له اياها. ايه ستي، ما قلتي لي ليش كنتي جايه؟ صحيح والله، من الرعب كنت رح انسى ليش جاي. استاذ موظفين الديوان تركوا المكتب وهربوا. اوف، شو الحكي؟ لوين هربوا؟ واقفين كلياتهم بالكوريدور وما حدا عم يسترجي منهم يفوت على المكتب. وليش بقى؟ ابو سعيد حب يمزح معهم الصبح ولحش لهم حيه بارض المكتب. حيه حيه انسه رهاف؟ ايه استاذ حيه. العمى بقلبه، شو هالمزحه القاتوليه هاي؟ قال عم يحتفل بالهالوين. يضرب هو وهالاحتفال السماوي. وهلا وين الحيه؟ عصيانه بالديوان بين القضابير. العمى لا تقوم تجي لهون. لا استاذ صعب تطلع الدرج، بعدين الشباب سكروا عليها الباب. وشلون بدنا نطلع من جوا؟ والله ما بعرف. شو ما بعرف؟ شو ما بعرف؟ اتصلوا بالطوارئ خليهم فورا يبعثوا لنا خبير 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 حيايا وحناش من عنده. حاضر استاذ. العمى بقلبه. حيه والله طفيني خرب بيته بيت بيته. هابي هالوين دكتورة. هابي هالوين سميرة. خبريني كيف ملاقي الاحتفالات بالهالوين؟ يا ستي الناس محتفلة على الآخر، يعني الحملة الإعلامية اللي سويناها نجحت 100%. عظيم كتير، هاي أخبار مشجعة. شو نتائج؟ أكتر من يلي توقعناها بكتير، وعينك تشوف الناس كيف عم ترعب بعضها بيموتوا بيموتوا من الضحك، وواجهات المحلات تعبت زينة مثل التيام. زينة؟ ليش كيف عم يزينوا؟ شي عم بيحط يقطين مرسوم عليه غوريلا، أو عقرب أسود هيك كبير، أو عنكبوت مشعراني ضخم، أو صورة شارون، وفي منهم عم بيحطوا كمان لعب وأقنعة هيك بتخوف كتير، أو عظام وجماجم، يعني كل واحد عم يتفنن شكل على كيفه. وامبارح يا ستي الأسواق كانت عم تغلي غلي بالناس، والولاويل بين الصبايا واصلة للسماء، والشباب، الشباب مميصين على الآخر. على فكرة سميرة، الناس كتير بيحبوا التجديد، لهذا السبب تفاعلوا مع الفكرة. المهم انتي احكي لي، كيف ناويين تحتفلوا بالهالوين؟ يا ستي أنا عاملة احتفال خيل من الخيلات، من تأليفي وديكوري وإخراجي. عن جد؟ وشو هو هذا الاحتفال؟ لقلك، أنا فضيت عندي بالبيت أوضة وسويت على شكل مغارة علي بابا، وجبت هيك كم صرصور وطويت هيك وحطيتهم بقلبها، وجبت كمان كم بزاقة هيك من غرفة كبيرة وصور وحوش ولزقتهم بالحيطان. مع إنارة خفيفة هيك شو طلع جو بيمزع العقل، بيسيب الركب، بيقطع القلب، يعني بموت رعبة. وقمت عزمت بنت حماية على العشاء وعشيتهم بقلب المغارة. برافو سميرة، فكرة كتير حلوة كتير أوريجينال. وإنتو دكتورة سيهان كيف رح تحتفلوا؟ بصراحة نحنا مو ناويين نروح لقرنة، رح نقضيها بالبيت، حنتفرج على أفلام رعب وقرف طول السهرة. تفضل. مرحبا. أهلين رامز، خير شبك؟ كأنك مو على بعضك، ما هيك؟ دكتورة أنت شفتي المخطط التنظيم الجديد؟ لا والله ما شفته. بعرف بس يعني لازم أنا أخبرك. خير رامز شو في؟ بيتكم رايح بالقص. شو هالحكي؟ هلا بيتنا رايح بالقص؟ نعم دكتورة كله. أستاذ رامز شو هالحكي؟ كيف رح يقصوا البيت؟ قال بدهم يعملوا محل وفرن آلي. يا حبيبي والله هذا اللي كان ناقص، فرن آلي محل بيتنا؟ لك ما بكفي إنه بيتنا الأولاني راح بالقص؟ يا ربي دخيلك لهون لحقيتها معقول؟ عفوا دكتورة دكتورة لوين رايحة؟ لوين يعني؟ على المحافظة بدي روح شوف شو القصة. معلش دكتورة ما في داعي تروحي. وليش بقى ما في داعي؟ لأني كنت حابب رعبك. هابي هالوين.
لك الله يسامحك على هالرعبة، هلا وقتك انت الثاني. بس بدك الصراحة حلوة. هبي هلوين. تحسين؟ لك تحسين وينك انت يا تحسين؟ وينك انت يا زلمة من الصبح مبين؟ نزلت على السوق لتسوق شوي. خير في شيء؟ شو خير؟ الله يجعلك بخير. في جماعة جايين عم يسألوا عنك. جماعة؟ ايه. منو هدول؟ منو هدول قال؟ جماعة بيقولوا انه من فرع المداهمة. فرع المداهمة؟ ولي؟ وهدول شو بدهم مني حتى يسألوا عني؟ قال بكرة الصبح في عندك مراجعة بالفرع. وأنا استلمت التبليغ عنك. سلام وقول من رب الرحيم. مختار لك تكون عم تمزح ها؟ لا شو مزح؟ هذا اللي صار يا رجل. مختار؟ أخيرا. الحقني ببرة الأنسولين. طب بالك تحسين. يمكن علي مع السكر مختار. طب بالك تحسين. طب بالك حبيبي شبك خروق كثير أنت يا رجل. لك عم بمزح معك. لك هذا عيد يعني عيد الرعب قال اسمه. هابي هالوين حبيبي. يا شباب يا اولاد ما في حدا بالدكان يا جماعه. ابو ملهم ابو ملهم. خير خير شو في؟ سكر اوام في ضروريه تموين بالحاره. لك شو هالحكي؟ العم على اهل مصيبه هلا بدفعوني الخمير والفطير. قرب 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 حيالله غرض بألف ليره. قرب يا حباب قرب يا حبابي. تفضل تفضل يا حلو. كوي قميصك لمجالك بألف ليره. قرب 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 تفضل يا حبيب تفضل. ألف ليرة ألف ليرة. راضي حماتك بألف ورقة. قرب 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 يا حباب قرب يا حلو. هروب قسام دوري المحافظة. شو؟ دوري المحافظة. يلا ساعدني قال لك ساعدني. يلا ساعدني بسرعة بسرعة بسرعة. أهلين أهلين أبو رضوان. جيت بوقتك. تفضل تفضل يا مطاع. شلونك يا بيه؟ الحمد لله. لك بدي أسألك البيت اللي بعناك يا من شهرين لا تذكرني فيه مشان الله، ما بكفي خسرنا فيه مليون ليرة. المهم هلا بدك تراجع المالية مشانه. اوف وليش بقى؟ جاي عليك ضريبة أرباح 250 ألف ليرة. قديش؟ قديش عم تقول؟ أبو رضوان؟ كاسة مي. أبو رضوان؟ أبو رضوان عم بتطلبك شو صار لك؟ أبو رضوان عم بمسح حقك بثلاثة ليرة. هابي هالوين. هابي هالوين يا جماعة. هابي هالوين استاذ. بصراحة أنا حابب أسمع تقييمكم لأول عيد هالوين بنحتفل فيه هون عنا بالبلد. بصراحة يا أستاذ النتائج ما كانت متوقعة أبداً. بتطير العقل. يعني الناس احتفلوا بالهالوين وكأنه صار له 100 سنة بيحتفلوا فيه. أخذوا على الجو بسرعة. يعني فينا نقول إنه الفكرة نجحت؟ ولو أستاذ نجحت نجاح خرافي. بس طبعاً لا يخلو الأمر إنه كانت في بعض المناقصات. مثل شو دكتورة سيهام؟ يعني الناس شطت شوي وبالغت واندلقت على بعضها وهذا الشيء سبب بعض المشاكل. مثل شو يعني؟ الإحصائيات اللي عندي عم بتقول إنه بيوم الهالوين ارتفعت نسبة الإصابات بالجلطات والسكتات الدماغية والقلبية 45% عن سنين السابقة. وكمان صار في حالات كثيرة لارتفاع السكر والضغط. أيضا سجلت بعض الإصابات بالشلل والفالج. معلش دكتورة سهام هذا شيء طبيعي. يعني بما إنها تجربة جديدة وفكرة وليدة فمن العادي جدا انه تحدث هيك امور. بس سنة عن سنة الناس رح تتعود تتعامل مع هالعيد بشكل حضاري. يعني بالبداية لابد من تضحيات. ان شاء الله هبي. طب شو صار لهم شباب؟ كنت حابب عايد عليهم بعيد الهالوين بس. أمي أنت مسافر جوزك على إيطاليا؟ يعني أمي إذا ما صار في تأجيل الأحد الجاي. أيوة وبده يضل كتير هنيك؟ مشغلة 15 يوم. لك أمي شلون بتأمني تبعتيه لحاله؟ إيه والله هالأيام الرجال صار بيخاف عليهم أكتر من النسوان. قولتك بس شو بدي اعمل يعني؟ لك امي فهميني بقى بدي ضل علمك لازم تضلي تنقي على راسه ليل نهار لحتى ياخذك معه هيك قلك يعني؟ ماما صدقيني اذا بنقفق راسه سنه بحالها ما رح يمشي الحال. وليش لحتى ما يمشي الحال؟
لأنه راضي رايح دورة تدريبية على حساب الشركة، مو رايح سياحة وشم هوا، يعني كيف بده ياخذني معه؟ طيب وهي الدورة ما بياخد عليها قرشين نضاف؟ بلا، بده يطلع له منها حوالي شي 100,000 ليرة. عظيم كتير، خليه يحط هال100,000 تكاليف سفرتك وياخدك معه، شو بصير يعني؟ تخرب الدنيا؟ لا أيوه، هاي 100,000 ليرة بدنا نوفي فيها ديوننا، مو بدنا نعمل فيها سياحة. بتضلي غشيمة وعلى نياتك طول عمرك. في وحدة عاقلة بتقبل إنه جوزها يتركها 15 يوم ويقعد لحاله وين؟ بإيطاليا. ماما، بالنسبة لراضي أنا مأمنت له كتير وبثق فيه. بعدين مثل ما بتعرفي راضي قلبه أبيض وهيك نقي مثل حبات المطر. وفي شغلة تانية لازم تعرفيها، راضي مستحيل يحب وحدة تانية غيري حتى لو كانت ملكة جمال إيطاليا. إيه حاجتك بقى حاجة، إيه والله لو بصح لنا لفاية من السنغال ما بيوفرها. اسمعوا على الحكي، أنا مأمنة بالرجال مثل المية بالغربال. هيدا شو حبيبي؟ وينك؟ ليكني هون. شوفي 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 شو صار بالمصان، مثل ما ماسح فرد شكل. يبعث لي حمى ان شاء الله، حلت عليه بلوزتي. ما الله يصلحك يا ناهدة، ليش حطيتي بلوزتك مع قمصاني بالغساله فرد وجبه؟ شوفي شوفي لك شوفي مرت عمي، شايفه تقبر شايفه شو صار فيه؟ ما توقعتها تحل وحياة الله. ولك حبيبتي قماش وطني هاد، شو ما توقعتها تحل وطني. طيب خلص حبيبي بسيطه، سامحني هالمره انا اسفه. ماشي الحال مو مشكلة، بس كنت ناوي آخذ معي هالقمصان على إيطاليا، شو بدي أعمل هلا؟ وليش كنت ناوي تأخذ كل هالقمصان على إيطاليا؟ كلهم 6 قمصان، استكترتيهم علي مرت عمي. إيه حاجتك بقى، قميصين 3 بيكفيك، شو رايح تعمل عرض أزياء؟ ما بيقدوا مرت عمي، صدقيني ما بيقدوا، لأنه أنا هنيك ما راح أفضى أغسل وأكوي و يعني بتعرفي، أصلاً مو واردة هالشغلة، ومشان هيك حسبت حسابي بكم قميص زيادة. صحيح، الحق معك، أكيد ما راح تفضى تغسل وتكوي. معقولة واحد رايح على إيطاليا يقضي وقته بالغسيل والكوي؟ والعمل هلا شو بدي ألبس هنيك؟ خلص حبيبي خلص، شبنا محلولة من وصلتك لهنيك، اشتري لك كم قميص وصلى الله وبارك. خطر ببالي هيك شيء، مو إنه ما خطر، بس هنيك يا ناهدة القمصان غالية وأنا ما لي ناوي أتبحتر بهالسفرة، بدي ضب إيدي شوي حتى وفر وفي دناتي. أصبح خلص، اشتري من هون قميصين 3 ودبر رأسك فيهم، ليش كل اللعي اللي بلا طعمه؟ ماشي الحال، وهالقمصان هدول شو بدنا نعمل فيهم؟ لك الحشم من ايدك بقى، انا بعطيهم للناطور ابو حسان. طيب وهي لحشناهم. هلا اقعد واشرب قهوه، شبك حايس ولايس؟ مالي حايس ولايس، روحي اقعدي هنيك. تفضل سامي. لا حول ولا قوه الا بالله، لك شو هاد؟ شو هاد مرت عمي؟ تبعت لي حمي تسلق بدني على العمله. مو بدنك اللي سلق، بدني اللي سلق، لانه مثل نار القهوه. ان شاء الله لا تاخذني صهري، انا اسفه كثير، ان شاء الله لا تاخذني. امنتك الله على هالنهار. لك هي البيجامه يلي كنت بدي اخذها معي لايطاليا، هي بالذات. استقبرني معلش، قوم قوم انقع بالمي قبل ما تذبح القهوه، قوم قوم. لا حول ولا قوه الا بالله، وجاءنا عزيز كتابكم في احلك الاوقات. بعث لي حلم ان شاء الله. والله يا ناهدة قلبت قدرت كمشي على العملة اللي عملتها مع جوزك، ويا على قامتي إن شاء الله، شو بده يبربر علي هلا؟ يلا أمي مو مشكلة، بسيطة بسيطة، شو صار يعني؟ قلتك بيكون زعل مني ما هيك؟ لا أمي لا أبداً، ما بيزعل، بعدين راضي قلبه أبيض كتير مثل النفجة. إذا كان هيك منيح، طمنتيني، حاكم الرجال ما بيصدق أمتى يمسك ممسك على الحماية. ناهدة أنا رايح، بدك شي عيني؟ لا حبيب قلبي سلامتك مهونة يا رب. الله يسلمك خاطري. مع السلامة. صباح الخير استاذ راضي. اوف اوف اوف، ضو السياره مكسور، مين كسره؟ دخيل عينك لا تاخذني، انا اسف كثير وخجلان منك. انت اللي كسرته؟ غصب عني، كنت عم دور بسيارتي وعلى ما يبدو ما كبرت كوعي كثير، قمت نكشت لك بضو نكشه صغيره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استاذ راضي انا بكرر اسفي مره ثانيه. بسيطه جار بسيطه، ولا يهمك، حصل خير. يعني سامحتني؟
يا سيدي سامحتك، شو بدي ساوي لك أنا؟ علق مشنقتك؟ سامحتك سامحتك بقلبي الكبير. الشغلة مو محرزين حكى فيها. يا عيني عليك شو إنسان شهم وقلبك أبيض مثل دمعة المطر. خاطرك شاب. الله معك حبيبي، الله معك، مهون إن شاء الله. يا لطيف شو انسلق بدني لما سفقت جوزك على ظهره بالمقشة. عم قلك حسيت الأرض انشقت وبلعت. شو يعني ما كنتي شايفتي؟ إيه ما كنت شايفة حدا قدامي، لأنه هالمغضوب ابني كان عاميلي على قلبي عمي من برادته وفعايله الناقصة. ولا يهمك حبيبتي، بسيطة، حصل خير. بدك الصراحة، أنا لما شفت المقشة طجت بظهر جوزك الأستاذ راضي قلت لحالي رح يهجم علي وياكلني بلا ملح، لأنه مو قليل منه واحد طالع من بيته بأمان الله من على بكرة الصبح يتصبح بمقشة عم تطجله ظهره طج. معك حق، مو قليلة أبداً. إيه بس ريته ما يبلع على هالأكابرية. الله وكيلك بيحط راسه بالأرض مثل الغنمة ولا حكى كلمة واحدة برات الطريق. تعرفي شو قال لي؟ قال لي معلش جارتنا حصل خير، ولا كأنه مسفوق على ظهره بالمقشة. صحيح، لأنه راضي بالعادة مسالم كتير ونادراً ما يعصي. يعني قلتك بيكون الأستاذ راضي زعل مني شي؟ لا ليش لحتى يكون زعل؟ لا ما زعل. بتعرفي راضي كتير قلبه أبيض وهيك نقي مثل حبات المطر. الله يخلي لك يا بالفعل قلبه أبيض، والحمد لله وألف الحمد لله أنه أجت المقشة على ظهر جوزك ما أجت على رأس حدا تاني من الجيران. والله كان عمل لي فضايح إلها أول ما إلها آخر. شفتي؟ شفتي قديش حظك حلو؟ شربي قهوتك شربي. يخلي لك يا إلهي. أنا سي رهاف، ناوليني مخطط الأساسات الرئيسي تبع بناء الشركسية لو سمحتي. ليش مو عندك على الطاولة؟ لا مو عندي، مو امبارح طلبتين مني لحتى تشوفي التعديلات؟ ايه صحيح، تركت لك يا هون. تفضل استاذ. تسلم لي يا عم. شو ها؟ رهاف؟ معقول؟ خير استاذ في شي؟ شو خير؟ مو شايفة هالبعة يلي بنص المخطط؟ ايه بلا شايفتها. منين اجت هالبعه؟ انا اسف كثير استاذ، امبارح لما كنت فارده المخطط على الطاوله اندلق عليه فنجان القهوه. اندلق الفنجان على المخطط؟ يعني ما حليلك تشربي قهوه الا فوق المخطط يا رهاف. لا تاخذني استاذ، فعلا انا اسف كثير. ماشي الحال، مو مشكله، ما راح اعملها قصه، بس بهالصوره راح اضطر ارسمه من اول وجديد. يلا استاذ تتسلى في على مهلك. بتسلى في على مهلي؟ ولك تسلمي لقلبي يا حق. شو انك فايقه ورايقه يا رهاف؟ قال بتسلى فيها. هو الحق معك ها، لانه انا فاضي اشغال وناقصني شويه تسلايه. على كل حال ايمي من وشي هلا، لانه ما راح اقدر اشتغل فيه الا بعد رجعتي من ايطاليا. صحيح استاذ، انت بدك تسافر على ايطاليا؟ هو المفروض الاحد الجاي، بس والله ما بعرف ليش ما حجزوا لي لحد هلا. وليش هيك مبردين قلبهم؟ المفروض يحجزوا لك قبل بوقت لحتى ما تروح عليك الدوره. اي والله يا رهاف معك حق، لازم يسرعوا الإجراءات أكثر من هيك. طيب ليش ما بتفوت لعند المدير وبتتابع الأمور بنفسك؟ فعلا مو أنت يلي قلتي، ليش ما بفوت لعند المدير؟ إذا حدا سأل عني أنا عند المدير. حاضر أستاذ. ومين قال لك إنه نحن مقصرين؟ الحجز خلاص مشي حاله، وثبتنا لك يا يوم الاحد الساعه 5 على الطياره السوريه. عظيم كثير استاذ، بس صدقني ما حدا بلغني. شلون ما حدا بلغك؟ مدير الشؤون الاداريه والقانونيه ما خبرك؟ خبرني بشو استاذ؟ الحقيقه يا استاذ راضي صار في مستجدات بموضوع البعثه. ما فهمت عليك، مستجدات شو؟ يعني بصراحه نحن بدنا نعتذر منك. عفوا؟ تعتذروا عن شو؟ عن البعثه. والله ما فهمت. يمكن انصطم فهمي. شلون يعني تعتذروا؟ ولا يهمك استاذ راضي، راح افهمك. نحن بالمؤسسه يا استاذ راضي في عنا اعتبارات خاصه وبتعرف هالشيء، وفي عنا مقتضيات عامه تعتمد الاولويات، ولحتى نقدر نوازن بين هالاعتبارات الخاصه والمقتضيات العامه بطريقه ما تخل باستراتيجيه وسياسه الشركه، نضطر احيانا لاتخاذ بعض الاجراءات والتدابير الفوريه. استاذ بترجاك عطيني من الاخر، لانه بصراحه انا بضوج كثير من المقدمات الانشائيه. اوكي اوكي مهندس راضي، راح اعطيك من الاخر. يا سيدي بصراحه نحن عفيناك من هالبعثه ورشحنا بدالك الاستاذ مصعب.
عفيتوني من البعثة؟ شلون هيك؟ هيك هذا اللي صار. إيه بس أنا جهزت حالي وحكيت قدام الناس إني مسافر على إيطاليا وبنيت آمال كبيرة على هالبعثة، وبصراحة أكتر صرت شوفها بمنامي يا أستاذ. بعدين الأستاذ مصعب يعني مع احترامي الشديد له، إيه ماله مهندس ولا بطيخ مبسمر ولا ما يحزنون، يعني الأستاذ مصعب خريج مكتبات ودورة إيطاليا يا أستاذ، دورة فنية هندسية بحتة. معليش أستاذ معليش، نحن بنعرف هالمعلومات هي، ما في داعي تعيدها وتفتحها قدامنا. مثل ما قلت لك، نحن عنا اعتباراتنا الخاصة. يعني ما في مجال تعيدوا النظر بهالقرار أستاذ كرمال خاطري. آسفين كتير يا راضي، ما في مجال منه، لأنه نحن عنا اعتبارات خاصة. كي أستاذ، خلاص ما في مشكلة، يعطيكم العافية. الله معك. شو آسفين كتير ما آسفين كتير؟ وين بتنصرف هاي؟ ما بعرف، يمكن ببنك الاعتذار العالمي. يعني طارت البعثة؟ اي نعم يا ستي، طارت وما حدا سمع عليها. ألو نعم. أهلين، أهلين وسهلين. شو هالحكي؟ طار المدير؟ أوف 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 على هالخبرية. وين طار؟ أيوة فهمت عليك. وينه هلا؟ بيت خالته؟ كمان؟ العمى معناها القصة كبيرة كتير. وينك؟ الله يرضى عليك، شو بيصير تطورات؟ بالتفصيل بتخبرني إياها وبسرعة. أيوة. إيه ولا يهمك، رح أضل جنب التليفون. إيه. الله معك، مع السلامة. خير شو في؟ طار المدير وهدى بغرفة السجن بعدرا، والدنيا مقلوبة فوقاني تحتاني بالشركة وأنا مدريان كأني على البركة. ليش شو صاير؟ قال التفتيش كامش عملية اختلاس كبيرة عنا بالشركة، هيك قالوا. أوف، منو هذا المختلس بقى؟ قال مبدئياً توقف المدير ومعاونه وأربع موظفين كبار رهن التحقيق، ولسه الحبل على الجرار والقوائم تلي تباعاً. معناها الشغلة كبيرة كتير. إيه والله يا ناهدة، هيك يبدو. وانت؟ شو بني أنا؟ حبيبي، اوعى يكون في عليك شي. ها؟ أنا؟ ليش شو دخلني أنا؟ عم قلك قضية اختلاس، بقى من أيمتى كنت أنا مد إيدي على مال الناس واختلس؟ أنا إذا مرقت قدامي بنت حلوة ما بختلس النظر. لك لا، بعرفك ما بتختلس، بس ليقوموا يلزقوك شي تهمة يروحوك فيها. ليش لحتى يلزقوني بقى؟ لأنه فاحت الريحة بشركتكم، والصالح رح يروح بين رجلين الطالح. لا لا، ما بظن، شو الحكي؟ لا تأمطي لي قلبي، أنا بعيد تماماً عن كل هاللغوصات. يو، مين هو هذا اللي رح يجينا بهالوقت؟ مين يعني؟ أبو حسان الناطور، يمكن ما عجبوه القمصان. أهلا وسهلا. هون بيت المهندس راضي منتاش؟ اي نعم، هذا هو بيته. حضرتك؟ اي نعم حضرتي، أنا راضي ملتاش. يا ريت تشرف معنا لو سمحت. لوين بتشرف؟ لوين بده يشرف؟ أستاذ راضي أنت موقوف، فيا ريت تشرف معنا وبدون أي شوشرة بيكون أفضل. موقوف؟ أنا موقوف؟ شو عم تحكي أنت؟ أكيد في غلط بالموضوع يا أخ، لأنه بيت ملداش كتار الحق بإيده. أستاذ راضي، قلنا لك بدون شوشرة لو سمحت. يا أخي أنا مهندس بشركة البناء ومالي مشاكل أبدا، تعدمني يعني تعدموني إن شاء الله. أستاذ راضي، أنت موقوف بقضية بتخص الشركة، فياريت تشرف معنا. هلأ ولا في معي وقت؟ لا ما معك وقت. الله يرضى عليك ناهدة، اتصلي لي بالمحامي، خليه يلحقني. المحامي بده يلحقني، لوين؟ شو العنوان؟ تقبرني خلاص، لا تاكل هم، روح انت وانا بتصل فيه، بعت لي حمى عليك ان شاء الله. طيب بايش بنروح؟ سيارتنا سيارة الدورية. سيارتي مو اقدر لي؟ والله اقدر، لا لانه سيارتي. شو هذا يا جماعة، على اهلكم عليه. رحتي زرتي اليوم امي؟ اي ماما، رحت. وشلون لقيتي؟ ان شاء الله اطمنتي عليه. لا والله، ما اطمنت عليه. ليش امي؟ شو في خير؟ لانه راضي معنوياته تعبانه كثير. ليكون يا ناهدة مخبص له شيء تخبيصه ونحن ما لنا حاسين. شبنا امي، ما لقيتي غير راضي يخبص. إيه لك ليش لهلا حابسينه؟
هي بالحساب رح يصل له شهر. ما هو هذا اللي رح يجننه، صار له شهر موقف لحد هلا ما سألوه ولا سؤال. فعلا شغلة غريبة، ما عرفتي ليش موقف لهلا؟ قال منشان قضية الاختلاس اللي صارت بالشركة. يعني هو إله يد فيها؟ منين يا حسرة؟ لا إله إيد ولا إله رجل. بعدين شبنا أمي؟ أنتي ما بتعرفي لراضي؟ راضي بيمشي الحيط الحيط وبيقول يا ربي السترة. لا تأخذيني يا أمي، يعني والله هالشغلة بتخلي الواحد يروح فكره شمال ويمين. طيب طالما ما إله يد فيها، ليش موقفينه لهلا؟ قال لأنه لسه ما أجا دوره بالتحقيق. القضية كبيرة كتير وموقف فيها شي 15 موظف. لا حول ولا قوة إلا بالله. منين إجتكم هالمصيبة؟ ما بعرف. والله خايفة ورطوه شي ورطة أو يلزقوه شي تهمة ماله فيها. لا أنت التانية مو لهالدرجة. يلي بيقصده أمي إنه راضي ماله ولد صغير وبيقدر ينفد حاله من هالقصة ويطلع منها مثل الشعرة من العجين. يا حسرتي عليك يا راضي، ما بيكفي إنه طارت باسيت إيطاليا، كمان انلحش بالسجن. أنا ما عم بفهم ليش هيك عم تعكسوا الأيام. أدخل. تفضل تفضل تا. شكرا يا سيدي. شرب مي برياك شوي. الله يعزك يا سيدي. يسلم ودياتك يا سيدي. أهلين. إيه سيد راضي من أولا؟ مروا سيدي أنا جاهز. بدنا إياك تكون متعاون معنا بالتحقيق، يعني ما تخفي ولا معلومة، فهمان شو عم بقلك؟ أنت شاب مثقف وفهمان وبالنهاية بتعرف صالحك. أنا جاهز يا سيدي، بس بصراحة لحد هلأ ما عرفت شو تهمتي. شو تهمتي أنا سيدي؟ شو هالحكي؟ لهلأ ما بتعرف شو تهمتك؟ سم الموت يا سيدي، الله لا يعرفني بحكمي إذا كنت بعرف، والله ما بعرف. راضي ملتاش، راضي ملتاش، راضي ملتاش. هاي راضي ملتاش مكتوب جنب اسمك هون 3,168,450 ليرة. عفوا شو هدول سيدنا؟ شو هدول؟ عم تغشم حالك يعني؟ هذا المبلغ اللي مختلسه. أنا مختلس 3,000,000 سيدي. 3,168,450 ليرة. والغريب بالموضوع انه ما في معلومات لا ضدك ولا معك بهالادبار، يعني ادبارتك فاضي. عفوا يا سيدنا، بس ممكن اعرف منين اجى هالرقم؟ يعني بناء على شو عم تتهموني هالاتهام؟ بدك الصراحة كمان انا مستغرب مثلك. قلي لي شوف قدي صلك موقف عنا. شهر واربعة ايام يا سيدي. بسيطة بسيطة. ألو ألو، احترامي سيدي. طبعا طبعا شغالين فيها القضية سيدي. وبالنسبة للمهندس راضي ملتاش، اسمه مكتوب عندي وجنب اسمه في رقم المبلغ اللي مختلسه، بس نتيجة التحقيق والتدقيق ما طلع بإدبارته ولا معلومة. ممكن تكون سيدي يعني الإدبارة ناقصة. معكم سيدي. أيوة سيدي. معقول سيدي؟ ما في شيء ابدا؟ كيف صار هيك؟ طيب طيب سيدي. لا بس هو صار له موقوف عنا شهر واربع ايام. طيب 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 انا راح اتصرف بالموضوع. مع السلامه. احترامي سيدي، مع السلامه. فعلا شيء غريب. شو هذا؟ في حرف ممحي جنب اسمك. عفوا قديش رقم تليفونك؟ 368,450 سيدي. هي بينت الخربطة، نفس الرقم تمام. عفوا سيدي ما فهمت عليكم. استاذ راضي الرقم مكتوب جنب اسمك هو رقم تليفونك، ونحن فكرناه المبلغ اللي انت مختلسه. ايه وشو يعني؟ يعني الف مبروك، ما طلع عليك شيء ابدا، انت براء. براءة؟ والأربعة وثلاثين يوم يلي التحشت فيهم بالسجن يا سيدي؟ لحنا آسفين يا أستاذ، وانت مثل ما لك شايف هذا خطأ بسيط، دخيلك لا تواخذنا. وانت مثل ما بتعرف انه هيك قضية بيحصل فيها أخطاء كتير، وما حدا معصوم عن الخطأ إلا الأنبياء. وانت ما شاء الله حولك يعني شاب مثقف وأكيد رح تقدر الموضوع.
بس فظاع على النفي. رقم تليفون خلانا نوقفك بلا طعمين. شايف على النفة؟ شايف ما أحلاها؟ أستاذ بإمكانك هلأ تروح على بيتك، لحنا أطلقنا سراحك، وأنا بكرر اعتذاري وأسفي الشديدين مرة تانية. لا بسيطة يا سيدي، حصل خير مو مشكلة. أنا طول عمري يا سيدي متسامح جدا وقلبي أبيض مثل نقطة المطر. على كل حال كسبنا معرفتك. أنا يلي تشرفت بمعرفتكم، فرصة سعيدة كتير يا سيدي. يا أهلي وسهلين، بزورنا لا تغط. لا ما بغط إن شاء الله، بزوركم إن شاء الله بزوركم. تفضل حبيبي. يسلم وديات إن شاء الله. صحتين وهنا. هيبات لي حمى لدعت لسانك، ما سخنة عليها سخنة. لا 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 مو لدعت لساني، بس ما بعرف طالع لي حبة صغيرة براس لساني تحرقني كتير كل ما بشرب شي سخن. من إمتى طلعت لك الحبة؟ من وقت ما كنت موقوف من غير اليوم. له يا راضي الله يصلحك، ليش ساكت لهلأ؟ ما تورجي لشي دكتور. معك حق فعلا، ما عاد ينسكت عنها ابدا، من بكره لازم اشوف دكتور. مد لسانك لشوف. ضب لسانك. من امتى طلعت لك الحبه؟ يعني بدك تقول من شي 20 يوم تقريبا. وليش ساكت عليها لهلا؟ الحقيقه انا لما كنت ببعثة بايطاليا. ليش ما راجعت طبيبك هنيك؟ قلت اخصائيين اورام بايطاليا. نعم اورام. أستاذ راضي أنا رح أستعمل معك الصراحة على الطريقة الأمريكية، والمصالحة بين المريض وطبيبه صارت واجبة هالأيام. ليش؟ خير في شيء دكتور؟ أنت معك ورم بلسانك. ورم بلساني؟ إيه نعم، وفي احتمال 95% يكون هذا الورم خبيث. شو هالحكي؟ ورم خبيث؟ معلش أستاذ راضي، أنا من مدرسة الأطباء اللي ما بيحبوا يخفوا شيء عن مريضهم، يعني المريض لازم يعرف حقيقة مرضه لحتى يعرف يتصرف على أساسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شو الحل دكتور؟ ما في علاج لهالحالة؟ أنا برأيي نستأصل هذا الورم الصغير قبل ما ينتشر ويصير كبير، يعني ويخرج عن نطاق السيطرة. شو؟ شو بدنا نستأصل؟ شقفة من لسانك. بدك تقص لي لساني؟ مو كله، شقفة صغيرة بس. بس شو دكتور؟ لسان هاد؟ لك لسان مو اي شيء تاني، مو مسخرة، يعني اي شقفة بتنقص منه بجوز تأثر على نطقي دكتور. هو بصراحة انا ما بخفيك النطق ممكن انه يتأثر، ولكن تحت ضغط مصلحتك لابد من عمل جراحي، وإلا رح ينتشر المرض بكل حلاك. ساعتها انت المسؤول عن هذا الشيء. امتى بتحب حدد لك موعد العملية؟ والله يا دكتور ما بعرف حدد. لازم تعرف. اصبح حدد انت دكتور، حدد. قصوا لي لساني يا ناهدة، شفتي شو عملوا فيه؟ ما عاد طلع معي حس السين ولا بسكل من الأسكال. بكرة كل الناس بالسارع بتصير تتمسخر علي. طول بالك حبيبي، طول بالك، بعدين قول الحمد لله يلي هيك مو أكتر. لسو كان بده يصير أكتر من هيك؟ يعني يقصوا لي لساني كله؟ هات يلي كان ناقص والله. لك لا حبيبي مو هيك قصدي. خلاص حافة بقى يا حافة، عرفت شو قصدك. على كل حال أنا بدي روح شوف الدكتور هلا، بدك تسي مني؟ اليوم رح تطلع نتيجة التحليل؟ اليوم رح استلم النتيجة، وبعدين منها بدي روح رافع الدكتور. رايح البس ثيابي، يلا سلام. تفضل أستاذ راضي. هاي النتيجة. طمنيني الدكتورة ثوثان، شو طلعت النتيجة؟ الحقيقة أنا مستغربة شوي. وليش مستغربة دكتورة ثوثان؟ يعني أول شيء نتيجة التحليل سلبية تماماً. سلبية؟ شلون سلبية؟ تاني شيء هو الأهم، إنه ما في أي ورم بلسانك من أصله، لا سليم ولا خبيث. لا سليم ولا خبيث؟ شو كان معي لك؟ يلي كان معك أستاذ راضي نوع من الفطور، يعني كان ممكن يتعالج بالأدوية وما كان في داعي أبداً للعملية. شو هالحكي دكتورة ثوثان؟ يعني كان ممكن طيب بدون ما يقصوا لي لساني؟ بدون ما يقصوا؟ على كل نتيجة التحليل بتأكد هالشي. فظاعة على هالغلطة.
أنا أول مرة بحياتي بتعرض فيها لهيك موقف. الحقيقة أنا ما كنت متوقع هيك نتيجة أبداً. شو يعني؟ يعني كلام الدكتورة سوسن بوراي مظبوط، صار في معنى خطأ بالتشخيص. بقى دخيل عينك يا أستاذ راضي، لا تأخذني، أنا آسف كثير. آسف كثير؟ لك شو فائدة الأسف بعد ما نقص لساني؟ وين بينصرف هذا الأسف تبعك؟ يا أستاذ راضي مساح وشك بالرحمن، يعني الدكتور كمان إنسان وبيغلط، وأنا بجلالة قدري عم اعتذر منك وأطلب السماح. ولك حازي اعتذارات بقى حازي يا. شو يعني إذا كنت أنا متسامح وقلبي أبيض بتركبه على ظهري؟ لسه وين ما رحت أرفين؟ الزارة استفقتني بالمقسة أرفين، المهندسة سفحة القهوة على الرسم الهندسي تبعي أرفين، سحبوا مني البعثة أرفين، حبسوني بالسجن سهر زمان من دون ما يسألوني سؤال واحد أرفين، قصيتولي نص لساني أرفين. وبعدين بقى يا وبعدين شو آخرة الأسف هاد؟ شو آخرة الأسف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الذكر زغلي آسفين بسيطة بالسبب سواتي أزوم زوم زوم. العمى في قلبك العمى، لك انت حماله لا ولا شو ضربك على خربك ولا ها؟ اسف يا سيدي اسف، قلنا لك اسف يا سيدي. انا اسف كثير.